خلال مؤتمر صحفي على هامش الملتقى الحكومي 2019 تطرق سعادة السيد محمد إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أبرز محاور الملتقى والأهداف التي ضمت مجموعة من السياسات العملية في كل جانب، مسلطا الضوء على أهمية استراتيجية التنمية المستدامة التي يتبناها برنامج الحكومة. الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية فيها 4 سياسات 16 مبادرة. عملية الاستدامة مسألة ضرورية، يعني حتى لما نشوف أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة تركز على الاستدامة، يعني لا يكفي أن تقدم الخدمة ثم تنقطع، لابد أن تضمن وسيلة للاستدامة، سواء الوسيلة تمويل مالي أو مصادر طبيعية. فيجب أي حكومة لا تعمل من أجل أن تحقق لنفسها إنجازا، إنما تضمن أن الحكومات والأجيال القادمة لا تقل لديها الإمكانيات لتحقيق برامجها.